وكل ما بغني بفكر فيه. صباح الخير مشاهدينا الكرام مرة تانية، صباح الخير على مصر، صباح الخير على حضارة 7000 سنة، صباح الخير على البلد اللي بتمتلك تلت آثار العالم. النهاردة بنتكلم يمكن من فترة كل اللي عنده فكرة لدعم مصر اقتصاديا، لدعم مصر حضاريا، لإنارة مصر مرة تانية بيقولها. من أيام قليلة جت مبادرة السيد الرئيس أو فكرة السيد الرئيس بصبح على مصر بجنيه. طيب إزاي ده أطبقه كمان في تطوير المناطق الأثرية اللي هي بتدر دخل رهيب جدا على مصر؟ يمكن 2010 آخر الإحصائيات قبل 25 يناير وقبل اللي حصل الفترة اللي فاتت كانت بتدخل لمصر أو بتشغل أيدي عاملة أكتر من 20% من الأيدي العاملة الموجودة في مصر كانت بتشغل في قطاع السياحة اللي منه طبعا قطاع عريض للآثار المصرية أو زيارة المناطق الأثرية. بيشرفنا في الاستوديو للحديث عن مبادرة جديدة لدعم المناطق الأثرية الأستاذ بسام الشماع المرشد السياحي والباحث في علم المصريات. صباح الخير. صباح النور عليك. ايه حكايه المبادره لدعم الاثار او عفوا المناطق الاثريه؟ المبادره دي الحقيقه جاءت من مده طويله، يعني مش هي من حوالي اسبوع او اسبوعين او 10 ايام، المده دي من زمان. وكانت الفتره ديت كانت فكره ان خرج علينا الاعلام المصري بخبر كويس ان هيحصل تطوير لمنطقه الهرم، وده استكمالا لتطوير منطقه الهرم اللي كانت قبل كده بس توقفت للظروف الماديه، لان دائما وابدا ما وزاره الاثار بتبقى عندها مشاكل ماديه، لان زي ما انتم عارفين هي بتجيب المصدر المالي بتاعها من نفسها، فبتاخد نسبة من وزارة السياحة من التذاكر. فلما السياحة توقفت شوية ده أثر كتير جدا عندهم فده أثر كتير جدا عندهم. فاستكملنا الموضوع ودلوقتي هيحصل فكرة التطوير، فبدأنا احنا نفكر كمان ازاي نقدر نساعد الناس اللي هتطور كشعب بقى كمواطنين. يعني أنا مواطن مصري لا أعمل في وزارة الآثار، ولكن لدي بعض الأفكار اللي بعرضها على المسؤولين عندنا. فكانت من ضمن الأفكار اللي جت في بالي كانت أفكار كنت تقدمت بيها في 29 أغسطس 2015 عندما تم دعوتي إلى قصر الاتحادية من مستشارة الرئيس، لما سمعتني عندك في راديو مصر بعض الأفكار وقالت أن أنت إنسان وطني وكده ياريت تشرفنا. فكانت دعوة كريمة تقدمت بها ب 32 مقترح زائد أوراق ومستندات أخرى تحمي الأثار. من ضمن الأفكار ديت بقى اللي جت في بالي بعد بقى لقاء 29 أغسطس السنة اللي فاتت هي فكرة، طيب أنا عايز لما هطور المنطقة ديت، احنا دايما بنقول إيه؟ الأجنبي لازم يتعلم الأجنبي لازم يتعلم إزاي يتعامل مع الأثر. هتقولي الأجانب بيحترموا الأثر، هقولك في منهم لا، أنا بقى مرشد سياحي وعارف. وفي نفس الوقت المصري كمان لازم إن احنا نثقف فكرة إن أنت لما تخش منطقة أثرية لازم تعرف هي إيه تاريخيا. طيب هو ما عندوش الإمكانية إن هو يجيب كتاب او ما عندوش وقت ان هو ياخد كتاب ارشادي او حتى يجيب مرشد سياحي معاه ماديا. ممكن ازيدك من البيت شعر كمان؟ اتفضلي. ده ما عندوش وقت لما بيدخل اي من المتاحف على رأسهم، خلينا في الاقرب المتحف المصري، يقرا ايه اللي مكتوب جنب التمثال او تاريخ، ما هو في بالعربي. هقول لك عملوا حاجه حلوه في المتحف بالذات بما ان حضرتك ذكرتي المتحف. بعض من الشباب هناك في المتحف المصري كان بيستقبل المصريين وكان اول اجانب وكانوا مجانا بيعملوا لهم رحلات ارشاديه داخل المتحف المصري. وده كانت حلوه قوي، دي كانت عجباني قوي. الكاردز اللي حضرتك بتتكلمي عليها او الكروت الموجود فيها المعلومات لازم وزاره الاثار تعمل لها ابديتنج، لان في بعض المعلومات اللي موجوده من زمان قوي. وعلم الاثار وعلم التاريخ عامل زي الطب كده،
وعم زي الفلك كده كل شويه بيتغير، كل شويه في حاجات جديده. طب استاذ بسام، بما ان حضرتك اتكلمت على الكاردز دي، حضرتك شايف ان هي دي نفسها اللي بتبقى موجوده بره، يعني هي دي اللي تشد ال كده برده؟ لا لا لا. لسبب كمان، المتحف زي ما المتحف المصري او المتحف الكبير اللي بيتم انشاؤه بيبقى مليء جدا بالاثار ومليء جدا بالتماثيل، وما ازاي انا هقدر حتى اركز؟ يعني لو بتكلم على التركيز، لو انا جاي لزياره اليوم واحد، انا اقرا هنا واقرا هنا واقرا هنا واقرا هنا، ايه البديل من وجهه نظرك؟ لا يا فندم، ده البديل، برافو عليك، ده سؤال كويس، لان انت الكروت ديت في بعضها خلاص بقى بني من كتر قدمه، يعني الورقه بقت بني والكتابه، وهي كتابه هامه على فكره، احنا ما زلنا بنستفيد منها. لا انت عشان تعمل حاجه، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجذب هذا المصري العظيم، انه بدل ما ياخد العيله ويروح المول، والمول حاجه جميله ما قلناش حاجه، بس برضو ان ذا ميدل اوف ذس او في وسط ده ممكن تاخد عيلتك وتروح. نمره واحد، عايز اخفض له الاسعار جدا، ويا ريت بعض المناطق تبقى مجانا. انا بقول لحضرتك ليه الكلام ده؟ لان انت النهارده مثلا عامل المتحف مصر مثلا، يعني عامل ب 10 جنيه، ودي على فكره ليها علاقه بموضوع تطوير الهرم. لما انا اخد عيلتي، وحضرتك عندك اربع اطفال او ثلاث اطفال، انت بتتكلم في حوالي 50 60 جنيه علشان اخش المتحف المصري، عشان في الاخر خالص مش هفهم كتير، يا اما من الكارت اللي محطوط بطريقه غريبه وبطريقه بيني وبينك في الاخر خالص انا عايز اقول انها طريقه ممله بالنسبه للانسان العادي. أيوه. الانسان اللي هو انت عايزه تجذبيه ناحيتك. نمره اتنين، انا عايزك تحط لي مره تانيه فكره متحدي الاعاقه. احنا عندنا ملايين من متحدي الاعاقه، من حقهم ومن المكفوفين ان هو يتحط طريقه برايل او طريقه برايل زي ما احنا بنسميها بالعربي، بحيث يعرف الاثر قدامه عامل ازاي. نمره ثلاثه، عايزك تعمل لي حمامات نظيفه. نمره اربعه، عايزك تعمل لي للكبار في السن، انت سياحتك سياحه كبار في السن بشكل كبير، بشكل نسبه كبيره. لان انت عشان تيجي تقعدي 15 يوم في مصر، ايام ما كانوا بيجي يقعدوا 10 15 يوم، ودي رحلات انا كنت بعملها في الارشاد السياحي، 15 يوم 10 ليالي ما بين القاهره لغايه اسوان، تحفه التحف، بتشوفي مصر الوسطى، وبتشوفي مصطبه بيت خلاف في جرجه، وبتشوفي حته اسمها الكاب اللي فيها قائد من قوات جيوش مصر العسكريين في معارك الهكسوس، عمره يعني لازم نعرف عنه، احمس ابن طانا واحمس ابن نقري، يعني ناس اثرت في تاريخهم. لكن هرجع اقول لك، طيب ازاي انا اقدر اجذب المصري دوت وفي نفس الوقت اساعد في تطوير المناطق الاثريه؟ طب ما احنا الاثنين نعملهم، ودي كانت المبادره بتاعتي اللي هي مشكوره اخبار اليوم عرضتها في الجريده. انا قلت حاجه بسيطه جدا، انا عايز المصري يحس ان هو صاحب مكان، ودي على فكره مشكله. ليه؟ لان المصري يجي يقول لي ايه، انا ما بتعاملش معامله الاجنبي، بس هو لما بيحس ان صاحب مكان بيرحرح. لا، ما هو اللي انا بقى هخليه يعمل ازاي؟ هخليه يحس انه مش صاحب مكانه بس، خليه يحسسه ان منطقه الهرم دي، لو هناخدها كمثال يعني، منطقه الهرم دي بيته. تحسسيه ازاي بكده؟ تشركيه فيها. طب تشركيه فيها ازاي؟ في التطوير. انا قلت فكره بسيطه قوي، الكلام ده برضو من مده طويله. قلت احنا هندفع، انا هروح ادفع لوزاره الاثار جنيه. هنا بقى جت ايه السيميلاريتي، او جت عمليه التماثل. الجنيه ده اول ما هروح اديه لوزاره الاثار هيديني تذكره صغننه كده بالهولوجرام، ما تتزورش، زي كده البطاقه كده، الرقم القومي بتاعنا كده بالهولوجرام ده، ما حدش يقدر يزورها. طب التذكره دي هتعمل معايا، خليها معاك، كل جنيه بتذكره من دول. تم تطوير منطقه الهرم وبقت تحفه التحف، وحطينا الحاجات والاقتراحات اللي انا هقول لحضرتك عليها حالا دلوقتي، علشان تبقى منطقه جاهزه انها تبقى نمره واحد في العالم. كل تذكره من دول هتدخلك خمس مرات مجانا لمنطقه الهرم وابو الهول. يبقى انت دفعت جنيه، وفرت على نفسك، لو كان هيبقى الدخول ب 10 جنيه مثلا للمصري، تمام، يبقى وفرت على نفسك 9 جنيه في الدخله. خمس مرات ب 49 جنيه، يعني انت اشتريت 49 جنيه بجنيه. فدي كانت الفكره في الاول خالص، واحد حس ان هو المنطقه دي بتاعته، اثنين ربما ده يساعده ان هو ما يرميش حاجه، يعني يتمططش في الاطار مش عارف ايه، ثلاثه هيابريشيت بقى، هيقدر بقى المنظر اللي قدامه ده، نمره اربعه هيخش خمس مرات تقريبا مجانا. وده مش هيخسر وزاره الاثار حاجه، بل هيكسبها، وهيخلي المصري هو امام العالم بقى وامام السياحه، ده يتشرح في المدخل في التطوير، ده يتشرح ان في مصري، المصريين تبرعوا الجنيه ب 190 مليون او ب 200 مليون جنيه، وفي وسط ظروف اقتصاديه صعبه وفي وسط سياحه مش موجوده، المصري تعملق واشترك، وبصوا عمل ايه من ضمن الناس اللي دخلت عملت الموضوع ده. انا باكد لك ان ده هيعمل امبريشن، او هيعمل نوع من انواع الانطباع عند الاجنبي، ياها ده شعب فعلا مثقف، ده شعب حضاري. ليه؟ لان احنا في التاريخ، وهو تاريخ 16,000 عام. يبقى اول حاجه المصري لما يخش هذه المناطق زي المتحف وكده، انا لازم على ظهر التذكره الجميله اللي بديها له دي، ها، اكتب له كل الحاجات الغلط اللي احنا بنقولها، اصلحها له، لان هو يعني مثلا زي حضاره 7000 سنه دي، خلصنا دي بقى لها زمان بتتقال 7000 سنه دي. دلوقتي احنا وصلنا لمراحل ما قبل التاريخ،
النهاردة أنت عندك مناطق ما قبل الكتابة، ما قبل اختراع الكتابة أصلا عندك تاريخ في مصر. هو إحنا ليه اختزلنا هذا في 7000؟ طيب ما تروحي على عزبة السبيل في كوموندو وتلاقي الأجانب كاتبين لك آلاف السنين. نابتا بلايا في ناس بتقول لك 12000 سنة، منطقة نابتا بلايا 100 كيلو غرب أبو سمبل. أستاذ بسام معلش اسمح لي هسأل حضرتك سؤال. فضل. حضرتك آخر مرة رحت منطقة الأهرامات كانت إمتى؟ على طول يعني أنا أنت عارف على طول إحنا في. طب حضرتك شفت المنطقة وصلت لغاية فين؟ أيوة فن. حضرتك بتتخيل إنه اللي بيروح هناك دلوقتي أو الشباب اللي بتروح أو العائلات اللي بتروح لا يستمتع؟ لا يستمتع. هل يعني الفئة دي هتقدر تستوعب اللي حضرتك بتقوله؟ لو عملتيها بطريقة لذيذة ولو عملتيها بطريقة خارج الصندوق كفكر، ولو عملتيها بطريقة محترمة ولذيذة. يعني مثلا أنا مثلا بيجي لي في محاضرة، يعني أنا بيجي لي مثلا في المحاضرات بتاعتنا وهي محاضرات خارج الجامعة وخارج المدرسة وخارج كده، يعني بنجيب الناس في دار الأوبرا بنقعدهم، وزارة الثقافة بتديني مكان بنروح عاملين المحاضرة، بيجوا لي أطفال. طب الأطفال دول اللي هربانين من حصة التاريخ أصلا ليه بيجوا؟ عشان بنحط التاريخ بطريقة لذيذة مش كده. أنا عندي محاضرة اسمها النكتة في مصر القديم، فأنا عايز أدخله أفهمه إن المصر القديم ده كان عامل زيه زيك. فدي واحد. طيب نمرة اتنين بالنسبة للاقتراحات اللي ممكن هتفيد سؤال حضرتك، أنا دلوقتي ليه كل مرة أوقف السايح والمصري طوابير قدام شباكين تذاكر يا عيني بحتة حديدة مفتوحة لا أنا سامع ولا هو سامع ومفيش فكة وبتاع؟ طب أنا عندي لك اقتراح يا وزارة السياحة ويا وزارة الآثار، أنتوا الاتنين بقى تبنوا البريدج ده، تبنوا الجسر ده، والجزر المنعزلة بقى ترجع تبقى حبايب تاني. هتعمل إيه؟ السائح وهو داخل مطار القاهرة مستني شنطه 10 دقايق في ثانية، وده بيحصل معانا في المراكب بتاعت المحيط لما بنطلع نحاضر في مراكب المحيط، وانت داخلة بالشنطة لسه بتقولي صباح الخير للمركب جوه، بيقول لي ثانية واحدة يا فندم، وانت واقف طك يروح واخد صورتك. في ثواني بتطلع لك كارت ممغنط، الكارت ده حضرتك هتديه له بحتة كتان مصرية يعلقها هنا، هيدفع المبلغ كاملا هيخش كل آثار مصر. يبقى ما وقفش السايح بقى طوابير علشان يقطع تذكرة عشان الساعة 7 الصبح يخش وادي الملوك، أو الساعة 8 الصبح يا عيني فين التذكرة؟ هي دي تذكرة وادي الملوك ولا دي حتشبسوت ولا دي وادي الملكات؟ لا بقى ما عندكش فكرة، لخبطة. طيب ما هو تذكرة واحدة وفرت على نفسك وقت، وفرت على السائح مجهود، وفرت على الراجل ده يا عيني اللي ما فيش فكة معيش مصري معيش دولار، لأن أنت عارفة إن عندنا السياح بيدفعوا بالمصري. طب افرضي واحد جاي لمدة يوم، زي بالظبط فكره التطوير بتاعه الهرم مثلا، عاملين حمام نظيف جدا بتوع الصوت والضوء، بقى دي ملهاش دعوه بوزاره بتوع الصوت والضوء، عاملين حمام نظيف جدا عن جنب ابو الهول. ابو الهول دي اخر حته يا مسؤولين، ابو الهول دي اخر حته في التور. ابو الهول منطقه ابو الهول امشي المسافات دي كلها، فبالتالي يعني عماله ما تنزل ما تعرفيش تطلعي تاني، يعني مين اللي هينزل من فوق الهرم يلف ينزل لغايه ابو الهول عشان يروح حمام ويرجع تاني؟ فانت هتعمل كده، ومش هتعمله ب 2 جنيه كمان، لان ابوس اليكم مفيش سايح معاه 2 جنيه. هل الطبيعي برضه يا فندم في منطقه الاهرامات، معلش، فكره الجمال والحصانه اللي بقت تجري عادي في وسط الهرم دي برضه دي برضه في التطوير احنا هنقترح عليهم ان هم نمره واحد مفيش اتوبيس يعتب التل ده، الهضبه دي كلها مفيش اتوبيس يطلع فيها، اتوبيس ما يطلعش، اتوبيس سياحي. الاتوبيسات هتبقى على مسافه على الاقل كيلو علشان العادم اللي طالع ده ما هو بيأثر في الآثار بتاعتنا دي، ودي خلاص أهرامات الجيزة دي هي العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع، خلاص الستة التانيين مشوا من زمان، حتى انكلودنج متضمنا فنار الإسكندرية، انت البلد اللي كان فيها عجيبتين فنار الإسكندرية وأهرامات الجيزة. كله خلاص ماشى، معبد ضريحة لكارناسوس، حدائق الباب المعلقة، كل ده خلاص انتهى. سور الصين العظيم راح، سور الصين العظيم ما كانش في القديم، ما كانش في السبع عجائب القديمة. الوحيد اللي فاضل كونتينت، فانت لازم هتحافظ عليه. فنمرة واحد، نمرة اتنين اهتزازات الاوتوبيسات وهي ماشية انا هتخلص منها خالص في التطوير الجديد، هحطهم في حتة بعيدة، عايز احط كمان شيز، عايز احط حاجات ضلال، لان انت عندك ناس ماشية في عز الحر. نمرة اربعة، فكر لو تسمح تفتح الاثار بالليل، انت بلد حر في الصيف وعندك السياحه لما بترجع الصيف بيبقى لوس، بيسموه كده عندنا لو سيزن، اي الموسم اللي مش عالي قوي في السياحه. طب ما انا في الصيف اجذب باتمان ارخص شويه اللي مش قادر يجي في الشتاء في الاتمان الغالي، هيقول لك طب الدنيا حر انا امشي ليه في درجه حر 40 و45 وشمس وبتاع، هقول له لا هفتحها لك بالليل، زي ما احنا فاتحين معبد الاقصر، ما هو معبد الاقصر مفتوح بالليل تحفه. والناس مش عايز اقول لك بتبقى الاضاءه كده. نمرة ستة، الإضاءة داخل الصوت والضوء عند أبو الهول والهرم وكل المعابد، ارجع لي بالإضاءة شوية بعيد، لأن كابلات الكهرباء دي أنا بقلق منها تملي.
ليه بقى؟ لأن كابل الكهرباء في عز الحر في عز الصيانة الجميلة بتاعتنا ممكن يحصل حاجة، والأثر ده لو حصل في حاجة الدنيا هتتقلب عليك. وخصوصا ان احنا دلوقتي مقدمين للوزاره بتاعتنا، عرفنا ان الوزاره بتاعت وزاره الاثار بعتت دلوقتي لليونسكو او بتحضر دلوقتي الملفات بتاعت اليونسكو ان احنا عايزين ندخل حاجات اكتر في اليونسكو. يعني احنا عندنا ايه؟ عندنا وادي حيتان ده داخل في التراث اليونسكو العالمي. وعلى فكره كلمه عالمي اهدي تاني حاجه احنا عايزين نصلحها. بسمع تملي يا فندم وفي الاعلام الى كل حبايبنا في الاعلام. ايوه بنسمع التراث المصري تراث عالمي. ثانيه واحده. ثانية واحدة، لأن هنا الكلمة دي بتتقال وإحنا عاملين نكررها من غير ما ناخده بالنا، هو تراث مصري نشارك فيه العالم علمي. طب بمناسبة المشاركة عشان للأسف الوقت بيجري، حضرتك كنا بنتكلم في البداية عن الدعم المالي لوزارة الآثار. نعم. طيب هي المعارض اللي بنشارك بيها بأثارنا وبنسفرها برا وبنرجعها، التكلفة أو التكلفة بتكون على مين؟ على مصر ولا على الجهه اللي بتستضيفنا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بتتحط في معارض، والمعارض دي بتدخل الناس بتدفع فيها، بتدفع فيها فلوس عشان تدخل تتفرج على الاثار دي. هل جزء منها بيعود لمصر ولا احنا بس مشاركين بال عايزه رايي كمواطن مصري. انا رايي كمواطن مصري المعارض دي ما تطلعش خالص. هتقولي لي بتدخل لنا دخل يا بسام، هقول لك بتدخل لنا دخل ودخل حلو. بس الراجل اللي راح زار ده في اليابان ولا في الصين ولا في اوروبا ولا في امريكا، دخل مره واحده قطع تذكره، هم اخذوا نسبه وانت اخذت نسبه، هم باعوا كتب انت اخذت نسبه احنا خدنا نسبه، هم باعوا بوسترز للتماثيل المستنسخات بتاع لا انا اجي هنا وزاره الاثار تعمل لي المستنسخات. يعني بمعنى القرار، فاكره قرار محلب لما قال مش هنستورد الفانوس والحاجات اللي من أيوة الصين دي وكده؟ مع احترامنا لحضاره الصين تعظيم سلام، احنا الاثنين حضارتين شمس بالمناسبه، حضاره مصر القديمه شمس والصين شمس، فاحنا الاثنين عندنا تلازم وتوافق. لكن انا دلوقتي عايز اقول ان وزاره الاثار هي المنوط بيها، هي اللي تطلع المستنسخات وعليها الخدمه بس، لان الهيروغليفي اللي على المستنسخ انا عايزه يطلع صح، مش عايزه يطلع زي الصين ودلوقتي خان الخليلي بقى محتل من هيروغليفيات غلط، حاجات تماثيل مش واخده. المفترض ان وزاره الاثار هي اللي تكون منوط بيها الاشراف على ده، وعندها مش اشراف، ده اشراف وانتاج، وهم عندهم على فكره فنانين بيعملوا تحف، انا رحت وجبت من هناك زمان تحف، فلازم يرجعوا تاني يعملوا. متخيله كم الدخل اللي هيخش لوزارة الآثار لما كل المستنسخات دي تطلعها بس وزارة الآثار وتبيع بقى، تبيع في الأقصر وفي أسوان وفي كل حتة، بس يبقى المستنسخ الوحيد المنوط بيه ده إحنا، ونمنع دخول كل ميد إن أي حتة تانية في العالم مع احترامنا للتجارة وكل ديت. ليه؟ عشان واحد تحمي الحضارة، لأن الهوية بتختلف. أنت لما بتعملي تمثال في أوروبا مستنسخ مصري ما بياخدش نفس التاتش أو نفس الملامح الوجهية بتاعتنا، نفس الحكاية في الصين. يكفي السايح نفسه ما بقاش مضطر إنه يشتري من عندك، لأن ده موجود بره. برافو عليك. فأنت تعملي هنا إيه بقى؟ تدي للسايح التمثال المستنسخ الصحيح اللي فيه الهوية المصرية، ودي مهمة قوي، لأنها لما بتتعمل في آسيا ممكن تاخد هوية تانية، مع احترامنا برضو لشعوب آسيا الجميلة اللي بتحبنا وبنحبها. فلازم ده هيدخل دخل أسطوري لوزارة الآثار، أسطوري. متخيلة مفيش تمثال مستنسخ قد كده لقد كده هيتباع إلا عليه ختم وزارة الآثار، وبيعملوا مستنسخات حلوة بالمناسبة. يعني احنا ممكن ننقد وزارة الآثار في حاجة، لكن دي أنا حدها لهم، هم بيعملوا ده كويس. كويس. فيبقى كل ده مع بعضه، زائد حكاية الجنيه مع خمس دخول مجانا، زائد ان انت تحط لي التذكرة اللي في المطار اللي هتوفر على السائح كل الوقت وشركات السياحة كل الوقت المطار. سبوت. هيروح دافع بالدولار بتاعه باليورو بتاعه بالين بتاعه، ما يجيش بقى في وسط مثلا قدام معبد اسنا يقول لا ما بناخدش دولارات مثلا يعني. كويس. ففين بقى وادور ومش عارف ايه، و2 جنيه في الحمام، وما طبعا ما فيش حد معاه 2 جنيه، انت معكيش 2 جنيه في جيبك دلوقتي، فازاي انت بتطلبي السائح ان يبقى معاه 2 جنيه او معاك 2 جنيه في جيبك؟ انا ما اعرفش يعني. او بلاش قصه فعلا بغض النظر عن دي، بس بلاش انه فعلا ليه دخول الدورات المياه في الاماكن الاثريه يبقى فلوس؟ انا سايح ما جرب بص لي كده، قال لي السياح مش هينبسطوا من اللي انتوا بتعملوه ده. قلت له انا معاك، لان احنا لما بنسافر بره ما فيش حاجه اسمها ان ندخل دوره مياه في مكان اثري. المتحف البريطاني مجانا للكل، للانجليز والغير الانجليز. كويس كده. فديت. واخيرا جمله هامه جدا يا جماعه، علشان نقدر نقول للدنيا كلها تعالوا على اثارنا، انا محتاج استرجع بعض القطع من الاثار العالميه، ومحتاج اخش على اليونسكو اقول لهم يا يونسكو بطلوا تبصوا الناحيه الثانيه، يا يونسكو بصوا لنا شويه، لان اثارنا دلوقتي مش بتتباع من المتحف بس، متحف انجلترا البريطاني اللي باع سخم كام، دي حادثه خطيره ان متحف يبيع تمثال، متحف
متحف. طب احنا اخبارنا ايه بقى؟ يعني احنا كان رد فعلنا ايه؟ اهو كده معرفه وزاره الاثار ما عرفتش تعمل حاجه. ليه؟ لان انت ما سيستش الموضوع عالميا، ما سوقتش الفكره عالميا بشكل كويس. يا اخي ابعت مجموعه شباب يطلع يتكلم في المواضيع دي في كل حته، مع الثقافه، مع سفرائنا، مع نمره اتنين لازم تجيب الناس بتاعت اليونسكو دول تقعدهم تقول لهم يا جماعه لوح بالصولجان شويه يا وزاره الاثار. قول لهم اليونسكو انتوا ليه مدورين وشكم؟ هل تعلمي حضرتك ان الجمعه اللي فاتت دي اربع من اهم متاحف العالم، متروبوليتان في نيويورك، تورين في ايطاليا، اللوفر كده، اللوفر برافو عليكي، برلين في المانيا، الاربعه دول اعطوا كلون كاعاره لغايه 25 اكتوبر اثار مصريه، 680 اثر مصري هيبقوا من 4 مارس ل 25 اكتوبر. مش هيدوها لنا احنا اعاره، اثارنا احنا مش هيدوها لنا احنا اعاره، ويروحوا يدوها هناك في المتاحف الثانيه. طيب احنا عشان بس نتكلم على المبادره مش قادرين ندخل في التفاصيل الكتيره دي، عشان يعني احنا عايزين حاجه تدينا امل. مش العكس. مبادره صبح على مصر اللي اطلقها السيد الرئيس، هل ممكن يكون ليها دور ايضا في دعم المناطق الاثريه ولا هي؟ انا اعتقد ان المبادره دي يعني تتوجه لحته ثانيه، لها دعوه بالاقتصاد، لها دعوه بالاكل العيش، ولها دعوه بالمهن، ولها دعوه بتصليح البلد والكلام ده كله. دي هنطلع، انا في رايي ان احنا نطلعها بره الاثار خالص، ونخلي المبادره بتاعتنا احنا بتاعه الجنيه والدخول 5 مرات مجانا دي بتاعه تطوير الهرم وغيره، نجربها نشوف هل الشعب فعلا عايز يخش في الموضوع ده ولا لا. وبالتالي يبقى انت عملت كده هو مبادرتين مختلفتين، كل واحده فيهم رايحه لاتجاه، واحد للاثار وواحد للبلد. اخيرا استاذ بسام، امتى هيتم اطلاق المبادره دي فعليا؟ هو الاوريدي احنا خلاص يعني بدانا نفكر فيها، مستنيين بقى وزاره الاثار ترد علينا لو عايزه تتحد معانا. طب يا ريت وزاره الاثار يكون ردها سريع زي كده كل القرارات المفترض ان هي تاخدها بسرعه. بشكرك استاذ بسام الشماع، المرشد السياحي والباحث في علم المصريات. لك كل الشكر والاحترام لوجود حضرتك. صباح الخير يا مصر. مشاهدينا الكرام، احنا لسه مستمرين معاكم العاشرة فاصل قصير ومكملين مع حضراتكم.